حضرتك اهلاويه جدا قوي خالص. يعني البدايه بقى وقصه العشق دي ابتدت مع حضرتك من امتى وبناء على ايه؟ والله بص انا والدي كان دايما عشان كان له منصب سيء ما يقولش هو بيشجع مين، لكن احنا بنتفرج على ماتشات الاهلي من وانا صغيره، فكنت بتبسط بيها جدا. فوصدفت مره ان كان في زياره من الفريق مرتج الله يرحمه لوالدي، مش فاكره فين بقى، لما كان وزير عدل ولا لما كان محافظ بورسعيد. المهم فهو شافني كنت صغيره، مش هنقول سنه كام عشان ملهاش معنى، قال له لا دي سبع سنين دي انيسه بتتفرج وما اعرفش ايه وكده. فراح لقيته بعد كده بعت لي كارنيه من اللي هو زي ورق اللحمه الاحمر ده زمان، كارنيه مقصوره الانسه انيسه، طبعا ما كانش فاهمه ايه، ومعاها صوره مش هتصدق كده هيبان امتى، معاها صوره للفريق الاول فيها الكابتن صالح. فانا لا عمري رحت مباراه في المقصوره ولا انا عضو في النادي الاهلي، انما هو خلاص الاهلي بقى يعني احنا تبع الاهلي من ساعتها. وعلى فكره اكيد كلكم بتحسوها، هو في شعور كده بالانتماء. عيله والله بجد. والله يعني النادي الاهلي كده بتحسي بارتياح، وبعدين كلنا لطاف ومهذبين ونشجع بطريقه لطيفه وما نسيبش النادي ابدا تحت اي ظروف. فمن يومها وانا اهلاويه. حلو ده جميل. والاهلي بمن حضر وروح الاهلي بالزبط. وشخصيه الاهلي فعلا لحد هذه اللحظه بتبان في المباراه. والله المباراة. وانا قعدت اقول لهم في الاجتماع بتاع المؤسسه، قلت لهم طب اروح ماتش يعني ادوني فرصه، قال لك لا ده بالاسامي واعضاء مجلس الاداره. قلت لهم خلاص حد يتنازل مره عن عضويته في مجلس الاداره ويقول هو انيسه هتصوت بدالي. حضرتيها بقى مع مين طالما ما رحتيش؟ مع العيله طبعا. مع زوجي وبناتي ساكنين فوقي، مها وسلمى اهلاويه. انت عارفاهم واحفادي برضو اهلاويه. فبس لما اتشائمت لما جاء الجون بتاع شيكابالا سبتهم، قلت لهم واضح انه وشكوا، انا هرجع اوضتي. وفعلا والله لما رجعت الاوضه جه الجون الثاني. بس جميل ان حضرتك محافظه على نفس القدر من الشغف والمحبه لهذا النادي العظيم برغم المشاغل الكتير والمناصب المتعدده. يعني مش عارف حتى حضرتك بتلحقي تنامي امتى الحقيقه. لا والله بص الاهلي مصدر للبهجه، انا ببقى قاعده مستنيه الماتش وزعلانه جدا ان مفيش جمهور، جدا جمهور بيعمل حاجه ثانيه في الماتشات. فببقى قاعده مستنيه الماتش ويعني يعني مش عايزه اقول لك يعني زي ما قلت النهوات انا نطيت من على الكرسي ساعه ما جه الجول الثاني، وقعدت اقول يا رب هو الماتش يخلص خط يحصل اي حاجه. لا هو احساس يعني جارف عند الواحد بالنسبه للنادي الاهلي. الحمد لله. جميل. الحمد لله ويا رب الكاس ويعني ومتفائلين. انا مش هنقاطع انا بخاف يعني انا بيتقر علينا لازم عشان الحاجات دي بتتنزل يا فندم. الحاجات دي بتتنزل. والله انت بتقول فيها انا ما بقولش ابدا قبل الماتش يعني اقول ان شاء الله خير يعني ان شاء الله خير لان ان شاء الله خير. وين احنا نيتنا كويسه. احنا نيتنا دايما كويسه. قلبنا ابيض.